أثر الإنسان في البيئة. توجد أنشطة بشرية عديدة تحدث خللاً في الأنظمة البيئية، إما تقوم بتلويث مكونات البيئة من هواء وماء وتراب وغذاء، أو استنزافها مثل الرعي والصيد الجائر وقطع الأشجار والزحف العمراني على الأراضي الزراعية. الصيد الجائر هو صيد الحيوانات في الأوقات غير مسموح فيها، خاصة وقت التكاثر. الرعي الجائر يكون الرعي جائرا عندما تدخل المرعى أعدادا من الحيوانات تفوق إنتاجه، أو عندما تكون النباتات في طور النمو. تدمير الغابات أسباب تدمير الغابات: الحرائق، التلوث، التحطيب من أجل التدفئة، وبناء المساكن وشق الطرق. تلوث الماء مصادر تلوث الماء: أولاً مخلفات المصانع، ثانياً المبيدات الحشرية، ثالثاً المياه العادمة وهي مياه الصرف الصحي، رابعاً الأسمدة. تلوث الهواء مصادر تلوث الهواء: أولاً الحرائق، ثانياً المبيدات الحشرية، ثالثاً وسائل النقل، رابعاً دخان المصانع. تلوث التربة مصادر تلوث التربة: أولاً مخلفات المصانع، ثانياً مخلفات المنازل. نشاهد الفيديو الآتي الذي يوضح لنا أثر الإنسان في البيئة.
Hey!